وسهلا، مرحبا بكم في كافي كولتور على قناة موسيقانا تي في، معكم معك كامل عويش، كل معكم كل الجمعة مع الخمسة العشية على قناة موسيقانا. تعرفين اليوم هو الفنان التونسي، باش تعرفوا لي أكثر تفاصيل، دي بداية الخطوة الأولى الجديدة، باش تعرفوا لي أكثر تفاصيل مرورا بكل شيء. يعطيك الصح مصاري، هذا الظروف المباشر. تعرفنا هو الفنان التونسي محمد شيبي. اهلا محمد. مرحبا بك خويا. شحالك؟ الحمد لله. صباح تفهمني؟ صحتك بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. مرحبا بك محمد على قناة موسيقانا في كافي كولتور. محمد شيبي فنان تونسي. بداية جديدة. بعد بديت 2016 2017 المشاركة تاعك أنت. نجم نقولوا معناها. احكي تفضل. احكي لنا. نجم نقولوا معناها البداية نتاعي آخر 2014. آخر 2014 معناها معناتها نخدموا حاجات معناها على قاعدة معناها قبل معناها نجم نقولوا كانت الموسيقى غرام معناها. أما توا معناها بديت ننتج توا إن شاء الله معناتها قاعد نحضر في ألبوم. تحكي بعد أحكي على أكثر تفاصيل كان خلي مش تعرق لي مش تحرق لي على الأسئلة وكل شيء. نسمنا خلينا مسيرة بديت الميسيون نسمنا أحكي على كل شيء صحيح ولا صحيح. محمد شيبي كما قلت بديت 2014. احكي لك كيفاش كانت الغرام تاع الفن، شكون عارف شكون تغنيت من صغره ولا حاجه ولا كيفاش؟ لا انا معناتها من الصغره كنت منخرط معناتها في فرقه نتاع اناشيد دينيه معناتها وقت اللي كنت صغير. الوالد ربي يطول في عمره معناتها كان ديما يقول لي معناها انت صوتك باهي معناها شوف فرقه شوف حكايه شوف معناتها امشي شوف امشي شوف حاجه معناها باش تسمع صوتك للعباد توصل صوتك للعباد. وبعد مشى هو معناها شاف لي فرقه دينيه بديت بالفرقه الدينيه بديت فرقه دينيه بديت معاهم بشويه بشويه فهمتني اخويا كمال بديت في فرقه دينيه ومن بعد قال لي معناها اقعد معاهم معناها واصل معاهم ومن بعد بشويه ما نجمتش نواصل معاهم شويه القرايه وشويه بسبب القرايه معناها قلت معناتها نوقف شويه معناها نكمل نواصل في القرايه معناها الدومين هذاك كما قلت لك معناها كان غرام توا معناها وليت ان شاء الله قاعد نخدم في حاجه صحيحه ان شاء الله ابتديت بالخطوه الصغرى وبعد من 2014 ابتديت الناس يعرفوك وكل شيء. توا نجم نقولوا الطموح بدا يكبر بشويه. الطموح بدا يكبر مش كيما معناها مش كيما تقول واحد صغير معناها يبدا الطموح معناها تنجم انت كيما تقول في الصغر كانت موهبه ولا كانت كيما معناها كيما كوارجي معناها يبدا يكور معناتها عباره موهبه كانت معناها عباره انا الموسيقى كانت عندي عباره موهبه كي بديت بشويه نترعر معناتها في الفن وبديت نخدم معناتها ننشط مع فرق ومهرجانات وكل شيء معناها بدا معناتها كل فتره معناتها يكبر الطموح نتاعي. واضح. محمد في عام 2014 شنو نقولوا محمد شيبي الاحتراف ولا وقتاش بديت اكزاكتومون الاحتراف؟ انا الاحتراف ان شاء الله تعرف الموضوع ولا مازال بكري الموضوع؟ لا والله الموضوع هذا هذا قلت لي انت قبيله 2014 قالت لي مازال 2014 2017 ترى كل شيء. كيفاش في الاعلام ما يعدوك شو واحد؟ انا الموضوع هذا معناها انت ماك تعرفني انا قبل عندنا معناتها كل نهار جمعه عندنا برنامج في الاذاعه تقديم سفيان العرفاوي نحب نوجه له تحيه كبيره وتحيه للطاقم الكامل نتاعو. معناها البارح انا الموضوع هذا نحكي مع الاستاذ احمد حميدي معناتها موضوع بطاقه الاحتراف. الاحتراف هذا ان شاء الله معناها عن قريب معناها باش نقدموا الاحتراف وانا معناها بالعكس تساعدني بطاقه الاحتراف خاطر انا معناتها
الموسيقى نتاعي صعيبة شوية، ما تنجمش تقول كيما معناها الموسيقى الوترية، كيما معناتها الراب ولا كيما الحكايات هذيك. أنا نجم نكون أصعب بشوية، فهمتني؟ الموسيقى الوترية تنجم تكون أصعب بشوية. محمد في أواخر 2016 في 2017 أثرت غنية، نحكيو على الغنية. أما تفضل نشرب القهوة شوية. هذا شو تدرس القهوة؟ نشرب كابيسان. علاش؟ شو تعني كابيسان واحد؟ كابيسان معناتها ديما احنا تعرف القهوة نقولوا لها كيما مرارة القهوة كيما مرارة الدنيا معناها. هذاك اللي. وقداش تحط سكر؟ سكر زوز ونص. على الفضل نص القهوة. بيه محمد كما قلت قبيلة في أواخر 2016-2017 هندست أول أغنية نتاعك أنت. أنت من المفروض ما تغنيش، ما عندكش أغنيات خاصة إلى خيالك، لكن في أواخر 2016-2017 عملت أغنية سجلتها سامحوني اسمع في عملت غنية واسمها بتاع انتي جنون. انتي جنون، احكي لي شوي على الغنية هذي انتي جنون، كلمة الحان شكون وشو تحكي الغنية علاش ليه منسمعينش شوية مقطع قصير؟ هذي باش نسمعك مقطع قصير منها، معناتها الغنية هذي معناتها كلماتي انا وادائي انا والحان الاستاذ احمد حميدي، تسجيل استوديو الخامس، شاب رابور معناتها تبارك الله عليه ناشط ومعناتها عنده استوديو ومعناتها انا حتى كي معناتها بديت معناتها كفكره معناها كستيل بدينا معناتها انت جنون وبديت نكتب فيها بالشوية معناتها انت مش كيما واحد معناتها يبدا يكتب في غنايه مش كيما معناتها واحد يبدا ماخذ غنايه ويغنيها بصوته. شفت حتى كي انت معناتها تبدا تكتب غنايه كي حتى باش تجي تاديها معناتها تنجم حتى كي انت تغنيها تحسها اكثر من اللي فهمتني. تحب نعطيك مقطع صغير منها؟ انت الجنون احلى عيون انت الله يعطيك الصحة يعطيك الصحة محمد. محمد شكون اكتشف لك موهبة الفن؟ موهبة الفن أنا معناها من قبل في أي بلاصة معناتها ديما معناتها نغني ديما حتى معناها أنا معناتها قبل نخدم في الخدمة في الشارع ديما نبدا معناتها ندندم بشوية بشوية. تخدم في الشارع؟ معناتها تخرج تغني في الشارع؟ مش بلوش معناتها في الشارع مع لا معناها في الشارع مع روحي تحس قدام معناتها أولاد حور. تندن وحدك؟ ندندن وحدك في قلبك؟ ندندن وحدي، ندندن في القهوة مع أولاد حومتي مع الجمعة الحلوة معناتها ما فماش أحلى من معناتها من اللمة بتاع الحومة وكل شيء. فهمتي معناتها بشوية ديما معناتها نبدأ ندندن هكاك، نبدأ قاعد في القهوة نبدأ ندندن بشوية. معناتها فكرة الموسيقى عندي أنا كيفاش بديت معناتها أول فرصة معناتها قاعد في القهوة مع أصحابي كل شيء كيما هكا كيما
كيكة قاعدين هنا من كلمة لكلمة بشوية بشوية ما تدخل. أنا عندي صاحب يخدم دربيش ومعتها عنده مول الفرقة بتاعه ومعتها بالزهر كانوا مرة قاعدين في معتها قاعدين في قهوة وأنا قاعد هنا غني وكل شيء معتها قلت له ميسالش معتها النجم نشارككم نقعد معاكم قاعدين يدندني هم في القهوة وكل شيء تعمل كما استاش كما استاش قلت له أني نشارككم أنا معتها حافظ برشا قالوا لي عندك صوت بلاي قلت له ما عندي صوت بلاي قعدت بديت نغني بشوية بشوية بديت نغني غنيت لهم برشا أغنيات طربية حلوة وقت ومعناها بالصدفة الأستاذ أحمد حميدي تعرفت عليه هذيك معناها وقعد أنا وياه في القهوة نحب نوجه له تحية كبيرة نوجه له تحية كبيرة الأستاذ أحمد حميدي ومعناتها على التعب اللي تعبوا معايا وكل شيء محمد شامل تنسيح حتى شوي بس بس بيب شامل شوي ببليسيتي بعرف شامل نرجعو باش نسيتو نحكيو مسيت عندنا وقت وصلت مسيت قهوة القهوة مسيت موجودة مسيت من غير سنة نحكيو تولي ساعتين ثلاثة سوايع على ليميسيون مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المشاهدين على قناة موزيكانا تي في عايشك 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 مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود ونرجعوا وفي برنامج كافي كولتور بعد فاصل رجعناكم في كافي كولتور اهلا وسهلا مرحبا بكم بينما كنتم مسويين داخل تونس او خارج تونس ضيفنا اليوم هو الفنان التونسي محمد شيبي اكتشفنا عليه بالاغنيه نتاعو هو عندي جنون سمعناها انا وياكم قبل قليل على كل حال مسهلا معكم مسهلا متواصلين معكم محمد حكينا قبيله على يغني على الدرابي الى غير ذلك باش نحكيو على شو يسمع الاغاني الدرابيه على خاطر عندي سؤال خاص ومميز على خاطر وقت حسيت وقت المشاهد يسمع الصوت تاع محمد كانو صوت سامحوني فاضل شيك صحيح ولا تنجم تقول صحيح حتى ك ك دي تسمع فاضل ولا كيفيه ولا يقولوا لك فاضل ولا كيفيه فاضل شاكر تونسي ولا كيفيه انا اول مره سمعتها وقت اللي قالوا لي كيما فاضل شاكر معني اول مره سمعتها معناتها في الاذاعه الثقافيه وقتها سمعوا انت معناتها اغنيه انت الجنون معناتها عجبتهم وقتها فهمتني انا حتى اداء معناتها كل التكنيك نتاع فضل شاكر يعجبني برشا انا التكنيك نتاع الاغنيات نتاعو الكل انا معناها ديما نسمع فضل شاكر تحس معناتها اغنيه معناها باحساس عالي يديها كاداء معناتها مزيان برشا انا جست معناتها حبيت معناتها نضيف من عندي تكنيك جديد معناها ونحب جستك التكنيك القديمه نتاع فضل شاكر نحب معناها نرد فيه الروح اكثر معناها فهمتني بشويه بشويه معناها حتى معناها كي الالبوم الجديد نتاعي عندي معناها عندي توا زوز اغنيات قاعد نحضر فيهم اغنيه اسمها حقك عليا وواحده اخرى لو عايز تجرح هذوما زوز اغنيات معناها قاعد نحضر فيهم تابعين البوم جديد ان شاء الله البوم جديد فيه ستة اغنيات محمد تحب نسالك سؤال تو بما انه عملت الاغنيه الاولى اللي هي انتي جنون وتقول تو باش تعمل البوم كيفاش انتي بديت الاغنيه تو حبلت عند سنين موجودين على الانترنت وفي الاذاعات انتي جنون وبعد خبرت فيسا تقول بس هابط البوم ما تصبر
ما عندكش وقت تلتزم شويه عام عامين ثلاثه خارج تعمل على الاقل مثلا بيستوف تاع محمد شيبي ولا الناس يقولوا بس نقولوا معناتها الاغنيات يجيو بعض كل شيء باش تعمل البوم كله. ديما شفت ديما الطموح معناها ما يخليكش تخمم يقول لك عام ولا عامين، كي يبدا واحد معناتها طموح في الدنيا ماذا بيه، معناها ماذا بيه كل شيء بسرع وقت معناتها يكون كل شيء. انا مثلا انت الجنون كي بديت فيها معناها بديت فيها بالشويه سجلتها معناتها خممت انا باش نعملها فكره كليب، قلت معناتها نتروى شويه نخلي معناتها الكليب على شيره، معناها حبيت معناتها ما نزربش فيه الكليب معناتها باش نخرج حاجه مزيانه معناتها المشاهد. توا معناها انا قلت معناها عندي البوم توا نكمل البوم وبعد نرجع للكليبات، معناها كي نعمل كليب زوز النجم معناتها نعمل حاجه باهيه ومزيانه معناها يسمع الجمهور معناتها حتى اغنيه تدخل قلبه في سمعتها نجم يحسها معناها على خاطر الاغنيات. انا معناتها الاغنيات نتاعي انا كي نبدا ندندن وحدي يلزمني انا نحسها الغنية باش نجم نوصل لك الاحساس الاحساس للجمهور باش يسمعها ويشي خليها. فهمني هذاك شو تحب توصل؟ وين تحب توصل محمد؟ هل توصل باش توصل تحب توصل محمد للكوميرسيال؟ انا نحب نوصل كيما اي فنان طموح. كيما اي فنان يحلم باش يوصل للشهره، يحلم باش يوصل للنجوميه، يحلم باش يكون ستار، معناها هذايا اي فنان يحلم بها. انا قاعد نبني روحي بشويه بشويه، انا نحب نعمل معناتها الالبوم هذايا باش على الاقل نلقى حاجه معناها نتكى عليها. فهمتني؟ نعمل الالبوم وان شاء الله معناها انا الالبوم هذايا ان شاء الله من الانتاج الخاص. ومعناها خاصة انا تو وليت نتعامل مع الاستاذ احمد حميدي يخدم في الاذاعه الثقافيه، هو معناتها ملحن كالحان ديما، معناها انا معناتها وقت اللي بديت هو فاهم ستيلي، هو على معناها الطربي معناتها ما يسمعش طربي برشا، هو العشق نتاعو التونسي. اما قال لي معناها نبداو نخدموا معناتها بشويه انا وياك باش نعملوا الحان حلوه وكل شيء، كفكره الحان توزيع معناها هو ومعناتها باش نبدا نخدم. قاعدين نحضروا عنا مهرجان، عنا معنا جروب كامل، معنا الفنانه ذكرى ومعنا الفنانه سيرين ومعنا معناتها وزان ومعنا محمد وانا المطرب. انا مطرب معنا ثلاثه مطربين في الفرقه، انا وزوج مطربين اخرين. معناتها الفرقه احنا نتاعنا تنجم تقول ما عندناش تو اسم، مازلنا ما حددوش الاسم، مازلنا ما حددناش الاسم، قاعدين نكونوا فيها بشويه بشويه. ان شاء الله بالتوفيق محمد. نشربوا قهوه؟ نشرب. سمعنا اغنيه على سبق بعد اللي شنو سمعنا اغنيه، شو تحطوا بينا؟ نغني اغنية اللي نساك نساك. فاصل؟ لا ما مش فاصل. اغنية على ذوقي. احبك واموت بكلمة احبك، انت الهوى وانت الحياة، عيشني ليلة بقلبك مجنوني، وينك تعال بحضني يا مجنوني، وينك حبيبي يا وفي، اشتعل بيك وانت فيه
وينك حبيبي اشتعل بيك وانت فيك دنيا من بعدك حياة عيشني ليلة بقلبك. هذيك الساعة هذه أغنية على ذوقي أنا، أغنية رائعة. أنا سمعتها برشا مرات الأغنية دي، عجبتني. أنا أي أغنية تدخل قلبي نجم نغنيها، أغنية أخرى ما نحسهاش معناها ما نجمش نغنيها. سيات علي سؤال تحب نفكر كرشت محمد شيء إيجابيات وسلبيات لمحمد شابي؟ أنا نجم نقول السلبيات، أنا ديما نكره السلبيات، نجم نقول حاجات سلبية خليلة ديما معناها. أنا السلبيات نجم نقول زهري زهري معناها زهري ديما أنا نحب معناتها نوصل، نحب معناتها نطمح، نحب معناتها أي حكاية معناها نعملها باش نوصل صوتي للجمهور وكل شيء. ومعناتها كي أنا باش نجي نحط الخطوة الأولى معناتها ما تلقاش شكون يسندك، معناتها ما تلقاش شكون يعاونك. يلي عاوني الأستاذ أحمد حميدي، ثاني حاجة أولاد حومتي، زاد أولاد حومتي أحمد والياس وحمزة، هذوما معناها قالوا لي راهو أولاد حومتي نوجه لهم تحية كبيرة، قالوا لي راهو صوتك باهي وكل شيء، أبدا معناها أطمح ديما الطموح وديما أنت صوتك باهي، قالوا لي معناها ديما معناها حارب باش توصل للي أنت تحبه معناها. ومعناتها الطموح ما يجيش بس أنت كي تطمح لحاجة باهي ديما معناها يلزمك تقاتل باش توصلها، ما فماش واحد يوصل، ما فماش معناتها حاجة تجي بس. صعيب شخص يدخل في الفن؟ ما فماش حاجة صعيبة كي تبدا حاطط في راسك معناها مثلا أنا طموح باش توصل له. هي تتطلب أول حاجة، الفن يتطلب أساسيات. أول حاجة الفن مش فن صوت، الفن ما هو صوت، الفن أداء، الفن أخلاق، الفن كيفاش فسرها لك معناتها حاجة باهية ديما يلزم الفنان أول حاجة يكون خلوق ويكون معناها يعرف يؤدي ويكون حتى هيئة معناتها مقبول قدام الجمهور. هذاك ال يا محمد بحكي شوية على أباخ شغل المهرجانات، تغني في المهرجانات، تغني ملول في كباريات ولا حاجة، ولا جست تغني في حفلات وسهريات وعروسات؟ محمد ما يغنيش كباريات. محمد معناها أنا كي بديت مع فرقة معناتها ديما احنا ماذا بينا معناها الفن نخليه نظيف، معناها ديما أنا أي حاجة أنا قلت لك معناها باش تحب توصل حاجة للجمهور وصلها حاجة معناتها نظيفة، وصلها حاجة خلوقة معناها حاجة تليق بالفن، فهمتني؟ هذيك الحاجات ديما أنا معناها نقول يا محمد علاش ما تمشيش تغني في كباريات ولا تمشيش تغني في معناها حاجات. أنا معناها حتى كمحمد الشابي معناها حتى كي أنا أول ما بديت معناتها الفكرة هذيك ما هيش في راسي بصراحة مش نغني فيه، معناتها حفلات، مهرجانات، راديو، معناتها عامل برنامج كل شو اسمه، معناتها على الأقل تنجم توصل صوتك للجمهور بحاجة باهية. نجم نشوفوا محمد قريبا في الانتشار العربي إن شاء الله. شوف وقت ايش؟ ان شاء الله. انا تو كما قلت لك عنا اصل دقيقه اصل ساعه نحب نقول لك على هذا، نقول لك على ايش تسوي، نحب نقول لك حاجه باهيه يعني. ايوه انا تو معناها عندي
عندي بروجرام اسم جروب كامل. انا ما نحبش محمد يطلع وحده، نحب محمد يطلع مع الجروب اللي تعبت معاه والجروب اللي خدموا معاه معناها وبرغنا سنين مع بعضنا وتعبنا مع بعضنا الكل. معناها انا كي معناها توا قاعدين معناتها نخدموا بشويه، عندنا توا قدمنا دوسي نتاع مهرجانات. انا ما زلت معناتها ما بديش نخدم مهرجانات، انا ناشط معناها في معناتها فرقه عاديه معناتها معناتها نتاع عرابن وتله عرابن وتله صاله افراح معناتها هكاك توا معناتها حاجات خفافه معناتها. وان شاء الله قاعد توا معناتها المهرجانات الجديده هذه معناها ان شاء الله عن قريب ان شاء الله كان وزاره الثقافه معناها تقبل لنا الدوسي هذايا وتدعمنا شويه معناها ان شاء الله نوصلوا حاجه حلوه برشا. بدي احكي لك قبل على الاحتراف. الاحتراف يجي في كونكور في وزاره الثقافه، هل كنت عندك تسلم على وزارة الثقافة ولا من الأول هي وبعد تكون على حاجة الاحتراف؟ أنا هو ديما واحد يبدأ معناتها يبدأ هاي وكل شيء. أنا أول حاجة حبيت نفهم القواعد معناها القواعد نتاع الموسيقى وقواعد نتاع كل شيء. أنت تعرف على خاطر أنت تحب تفهم القواعد، تحب تفهم قواعد الموسيقى، يلزمك معناتها يلزمك تمشي للمدارس نتاع العالم، مدارس أم كلثوم، فريد، عبد الحليم، صباح فخري، لازمك تمشي باش تتعلم معناتها القواعد الأساسية. معناها أنت كيما تقرأ عام في كونسيرفاتوار باش تتعلم بيه الدو والري، كي ترجع أنت معناتها أم كلثوم ترجع بالضبط للفن الجميل القديم ترجع له تتعلم قواعد حتى وحدك من غير قراية نجم معناتها نجم تعمل حاجة هايلة. معناتها هذاك اللي حبيت نحكي لك. واضح محمد الوقت ايش فيزا حبينا نستمر. أنا ديما حبيت معناها نحب نستمر معك في الحوار تحت على خاطر الميسيون تشوف كل شيء بعد الميسيون نحكيو على راحتنا وهالكولي بعد الميسيون نحكي لك على الأعمال الجديدة. معناتها أحكي لك تفضل باختصار شو عم الأعمال الجديدة معناها إن شاء الله معناتها إن شاء الله نهار الاثنين بعد غدوة أنا هابط نسجل معناتها أغنية جديدة باش المنتجة معناها تطلع معناتها اللحن حاضر الكلام حضرته ومعناتها حضرت اللحن التوزيع إن شاء الله نهار الاثنين نبدأ معناتها نبدأ في التوزيع ونهار الثلاث ولا نهار الأربعة نبدأ نسجل فيها شو الأغنية؟ الأغنية حقك علي اسمها سمحني على الاكسكلوسيف حقك علي أنا نسمعك نوال الأولين دلوادي لا 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 وين السلام دلوادي لا 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 وين السلام ومن ذا يا قلبي يا قلبي ومن ذا يا قلبي يا قلبي يرضى بكده حبيت نعطيك حاجة قليلة هذا حصرين تشويق معناها كي تسمع الغنايه بتوزيع باهي والحان باهي واداء باهي ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لك التوفيق والنجاح يا محمد. كلمه ختام شو تحب تقول؟ كلمه ختام نحب نقول للي ما يعرفوش محمد الشابي ان شاء الله محمد الشابي معناها عنده حاجات جديده مزيانه برشا وباش تعجب الجمهور معناتها على الاخر معناتها بمساعده استاذ احمد حميدي معناتها والفرقه الموسيقيه نتاعنا ونحب نشكرك انت خويا كمال على الاستضافه ونحب نشكر قناه موسيقى
على الاستضافة، وإن شاء الله نعملوا حاجة باهية مع تنمية. إن شاء الله إن شاء الله. عايشك مرحبا بيك في كل وقت ودار دارك يا محمد. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، حنكون نوصل لختام برنامج كافي كولتور. نشكركم على حسن الانتباه، إن شاء الله استمتعتوا اليوم مع حوار متألق وضيفنا هو الفنان التونسي محمد شيبي. نتقابلوا إن شاء الله الأسبوع القادم على الجامعة الجاية مع الخمسة العشية. كان معكم كمان، نشكركم على حسن الانتباه. باقي برامج معودة على قناتنا. نقول لكم باي باي، نتقابلوا الجامعة الجاية. أنت الجنود أحلى عيون، أنت الجنود.